أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله. طب يكذب على واحد تاني يمكن ما يعرفش الحقيقة، إنما تكذبه على الله الذي يعلم حقائق الأشياء وسرها وعلانيتها. انت خبت في انك انت ما كذبتش الا على الله. طب يكذب على واحد زيك نقول ان هو يعني اشمعنى اللي حبقى كذب هو مش كذاب مثلا. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. اذ جاء الصدق الامر الواحد الذي لا يتغير وتطابقه نسبته الكلام، يعني النسب، وعشان تعرفوا النسب الكلام له نسب ثلاثة. مفيش واحد يتكلم الا قبل ما يدور الحاجة في ذهنه اللي هيقولها، وإلا يبقى المجنون بقى. قبل ما يدور القضية اللي هيقولها بتيجي في ذهنه، يبقى فيه نسبة اسمها النسبة الذهنية. ونريد أن نبرز النسبة الذهنية إلى كلامية نقولها، يبقى كم نسبة؟ نسبة ذهنية توجد قبل الكلام، ونسبة كلامية، ثم تأتي نسبة واقعية خارجية. فإذا طابقت النسبة الكلامية الواقع يبقى صدق، وإذا خالفت النسبة الكلامية الواقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. يبقى الكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع، والصدق أن تطابق النسبة الكلامية الإيه؟ الواقع. النسبة الذهنية دي لوحدها، سواء كان ده ولا ده، اللي هيتكلم صدق في 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 ذهنه انه يقول صدق، والتاني برضه في ذهنه انه يقول ايه؟ انه يقول كذب. الكلام بقى ان كان كذب هيطابق النسبة الذهنية في الكذب، وان كان صدق هيطابق النسبة الايه؟ الواقع في الصدق. لكن النسبة الكلامية هي اللي بتحدد، يا ترى لها واقع يصدقها يبقى صدق، ليس لها واقع يصدقها يبقى ايه؟ يبقى كذب. اللي بيكذب لما يكذب النهاردة ويحب يكذب بعد سنة ما يقدرش يضبط انه كذب المرة الاولى قال ايه، لانه ماليش واقع يسنده ويفكره، كله من عنده كده. انتوا عارفين الراجل اللي جه قال من البندر كان بيجيبوا الهدوم بتاعتهم والبتاع ليلة العيد الصغير، فقعد يحكي ويفكي. فبقول مرة كنا جايين من ميت غمر وجايين من البدل اخر ليله في رمضان، وكانت الدنيا قمر ظهر بقى ومزهزه. اخي طب بقى تبقى اخر ليله في رمضان والدنيا قمر ظهر، ان كنت كذوبا فكن ذكورا. وده ليه؟ لان الكذب كذب ملوش واقع يسنده، انما لما تشوف حاجه وقعت ثم تسال فيها من راها ما يختلفوش، انما امتى يختلفوا؟ هم يحبوا يكذبوا بقى. ولذلك دي مهمة المحقق العاقل، يقوم يجيب الشهود بقى ويقعد يلخلق فيهم لحد ما يقولوا له كان لابس ايه؟ ما هو مفيش واقع. يقول لك كان لابس بدلة، وده يقول لك كان لابس جلابية، كان لابس بدلة انا ايه؟ الله، ما هو ملوش واقع. هيقول كل واحد اللي في نفسه، يقوم ياخد من تناقض اقوالهم ايه؟ زوروا شهادتهم، يتنوا ضيق عليهم لحد ما يجيب الايه؟ ما يجيب الحقيقة من ايه؟ يقول له ان كنت كذوبا فكن ذكورا. فاللي بيكذب على الله هو ده اللي خايب. اكذب على مثلك من البشر، انما تكذب على الله لا. ولا طيب، فمن اظلم ممن كذب على الله. طب ظلم مين؟ اظلم المكذوب عليه ام ظلم نفسه؟ يبقى ظلم نفسه. وكذب بالصدق اذ جاء. أليس هو فاهم إن جهنم ما فيهاش مكان للمكذبين؟ هو فاهم إيه القضية؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لو كان هو حديث في باله، إنما ده كذاب بيقول خير الواقع، يبقى ما يؤمنش بشيء واقع. هو بيكذب ليه كده؟ هو فاهم إن الجنة ما فيهاش مثوى للكذابين اللي زيه؟ مش ممكن، يبقى لازم دي غايبة عنه. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وبعد ذلك ينتقل إلى خصوصية الصادق والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لقي من ربه وبلغ لأمته اللي قاله. ولذلك ربنا يؤكد صدقه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما فيش حد يجي ينصره منه. ده دليل على ايه؟ على ان اللي بيبلغ. ولذلك لا يبلغ المقولات بل يبلغ الامر بقول المقولات. الله احد كان يقول يجيبها يكون الله احد من غير حاجة، انما بيقول ده ربنا قال لي قل هو الله احد، فجاب مش القول وجاب الامر بان يقول. ولذلك اللي كان يقوله يلا نحبس قال وقوله دي، يقول له ده قرآن، وهو مش بيبلغ القضية. لما يجي واحد يبعت واحد لابن الواحد يقول له قل له كذا 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 كذا، يستطيع ان يقول المقول، انما ابي قال لي قل لفلان، يبقى ابي بايه؟ تبقى قل من نفس القرآن ولا لا؟ يبقى لما تحط خد شيلها تبقى شلت حتة من الايه؟ من القرآن. لانه مش امره ان هو يقول من عنده مقول القول، ده هو بيقول لك ده هو قال لي قول. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق به، لاول حاجة عايبينها النبي انه ايه؟ صدق الكلام، بدليل انه واخد عن ربنا، ربنا اله واحد خلاص، وعايزنا نشهد بانه ايه؟ اله واحد. لكن هو بيقول المسألة مش انا مستني شهادتكم، انا شهدت لنفسي، شهد الله انه لا اله الا هو، انا شهدت لنفسي بدي. فوجب على الرسول ايضا ان يشهد بان محمد رسول الله، يبقى جاء بالصدق وصدق هو به وقال اشهد ان محمد رسول الله. مش بس يقول لهم اشهدوا ان لا اله الا الله، الله شهد لنفسه بقوله شهد الله خلاص. فمحمد يشهد لنفسه بانه رسول الله، واولو العلم بعده يشهدون بالحجة والدليل والايه؟ والبرهان. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال لك ان اللي جاء بالصدق سيدنا رسول الله، واللي صدق في اول من بلغه اللي هو كان سيدنا ابو بكر. ولذلك اختلف ابو بكر ولا خديجه ولا مش عارف ايه، يقول لك الذي امن به من الرجال ابو بكر، فاذا قيل ان اول من امن به خديجه يبقى من النساء. ولكن لما نشوف ان خديجه امنت به في اول الامر، يمكن قبل ان يبلغ ابو بكر الخبر، لانها لما راحت لورقه قال لها انه نبي هذه الامه، وعشان ياكد القضيه قال وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، ليتني اكون حيا يوم يخرجك قومك. قال او مخرجيهم؟ قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اوذي. ولا تخرجن، هيخرجوك ويحاولوا يقتلوك، الله يهجرك من البلد، يعني اكنه بياكد له انه ايه؟ انه رسول. لكن ابا بكر لما راح وقالوا له ان صاحبك محمد ادعى انه رسول، قال صدق. ليه؟ قال لك المعجزه مش عليها علشان الناس ما تامنش الا لما تصدقها، ده المعجزه جاءت لمن يكابره في التصديق، ولذلك بتتحدى. انما اللي من اول ما يقول له الرسول انا رسول يقول له امن، مش عايز المعجزه. طب معجزته ايه في انه صدقه على طول كده؟ قال لك لم يجرب عليه كذبا في حياته، فاذا كان صادقا في اموره مع الناس ايكذب مع الله؟ يبقى ابو بكر خد المعجزه من ايه؟ من تاريخه معه. وكذلك خديجه، بدليل انها هي اللي بتامنه، تقول له ازاي يخزيك ربنا؟ انك لايه؟ تصل الرحم وتكسب الموت وتكر الضيف، والله لا يخزيك الله ابدا. يبقى معجزه محمد ايه؟ لمن امن به اولا، تاريخه معهم ومعرفه خلقه، وما كان ليكذب، لا يكذب على الناس ثم يكذب على مين؟ ولذلك احنا قلنا ايه؟ من شهد له خزيمته فحسبه. طب نصاب الشهادة معروف، اش معنى خزيمة اللي يكفي ان يكون نصابا وحده؟ اش معنى يعني؟ لانه خد القضية اللي احنا بنقول عليها دي.
اليهودي الذي اقترض منه رسول الله مبلغا وبعدين جه يدعي قدام الناس كده يقول له يا محمد يا ابا القاسم اديني دين، قال له يا ابني انا اديته لك، يقول لا ما عاشوش لم هاتي شاهد انك انت اديت. فمحدش تقدم، خزيمة راح رفع صبعه قال له يا رسول الله انا رأيتك وانت تعطيه، اكمن اليهودي كذاب، قال ما يمكن صحيح كان قاعد فخار، لو كان ما حصلش الحكاية ده يقول له انت كنت فين، بس كنت سكت خلص، قال لك الله ده يمكن بقى شاف، هو شاف انما انا مش واخد بالي منه. فلما انتهى اليهودي استدعى رسول الله خزيمة، قال يا خزيمة لم يكن معي احد حين اديت لليهودي، فكيف شهدت انك رأيتني؟ ضحك قال له يا رسول الله لا أصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم، أم النبي لا استنتاج إيه ده، استنتاج اجتهادي إيه جميل، قال ما شاء الله من شهد له خزيمة فحسبه، يبقى لوحده المسألة مش على الدراهم وعلى اليهودي، المسألة لها واقع آخر. حينما أرادوا أن يجمعوا القرآن جاء الجامع وقال لن أكتب كلمة في المصحف الجامع إلا إذا رأيتها مكتوبة وشهد عليها شاهدان، يبقى السطور والصدور. فقعد يجمع يجمع كله مشي إلا آية واحدة لم يجد لها إلا شاهدا واحدا، فليس شاهدين مكتوبة صحيح إنما مفيش له شاهد واحد اللي هو مين، فتذكر وقال قال رسول الله من شهد له خزيمة فحسبه فسجل الآية. يبقى المسألة جاية بتاعت اليهودي والتاني ده عشان ايه؟ عشان مسألة الكتاب، عشان مسألة الكتاب. نعم. والذي جاء، ولذلك كمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له إن صاحبك يدعي أنه أتى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، ما بحثش هو المسألة، قال إن كان قال فقد صدق. إن كان قال إيه يبقى صادق، ما ببحثهاش. وبعدين حد جادله جاب الحكاية بتاعت خزيمة، قال أنا أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة ثم أكذبه في هذه، الله يبقى ده استنتاج فقهي ولا مش فقهي. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جابوها من أصرها واتقوا الإيه، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون، كلمة عند ربهم حين تكون لا عندية إلا لله، إنما تكون في عندية للناس، عند ده موظف، عند ده وده خدام، عند ده وده بيشتغل، عند ده، لهم ما يشاءون عند مين، حينما لا توجد عندية إلا لله، بتاعت لمن الملك اليوم؟ لله. ما فيش الا عنديه واحده. ليه؟ قال لك لان في ناس ما اشتهوا اشياء كثيره في الدنيا ولا خدوهاش. رب ما قالش لهم ما يشاءون، قال لهم ما يشاءون عندي. اما ما يكونش ملك الاسباب في الاسباب. الله. انما ساعه ما يكونش في لني هم ما يشاءون عندي. ما تشتهيه الانفس يبقى ايه؟ يبقى عندنا، انما اللي عامله انا بالاسباب في ايد الناس قد لا يتحقق. حتى ولو كان في يدي برضه، لان ربنا بيزاول سلطانه في ملكه بواسطه خلفائه في الارض، وعامل ده سبب وده بيرزق ده وده بيعلم ده وده مش عارف بيعين ده الضعيف القوي بيعين الضعيف، كلها الاسباب. يبقى لهم عنديه مع الانسان، انما في يوم القيامه ما حدش ايه إلا قال لهم ما يشاءون عند ربهم. طب ليه؟ قال لك لأن حصلت حاجات بالنسبة لأكابر الرسل. إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ساعة تكلم مع عمه اللي هو أبوه آزر، وبعدين لقى الإيه الجدل، فطال الجدل، قال له سلام عليك، سلام عليك، طب ده السلام ده تطمين وامن وانتم مختلفين اهو، هو كده وانت بتقول كده،
قال له انا بقولك حفوتك عشان احقق لك سلام، لانني لو قعدت وياك مش هيحصل طيب. زي ما واحد يعمل ايه وياك، يقعد يجادلك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، والمسألة هتخش بالغامق يقول لك يا شيخ سلام عليكم. سلام عليكم يعني ان قعدت مش هيبقى فيه سلام، لازم هنتخانق ولازم نتضارب. يبقى سلام عليكم لا سلام تحية، ولكن سلام موادعة، لانه لو ما سبكك شيء هيحصل بقى ايه، ما يحصلش سلام. وقد يكون سلام من البشر لا يقدرون على ادائه، ولذلك ربنا هيجيب لنا السلام بتاع سلام قولا من رب رحيم، هو اللي هيقوله بقى، يبقى ما حدش يقدر يخرج ايه، يخرج عليه. ابراهيم لما طلب عشان ابوه وبعدين قال له ساستغفر لك ربي، يبقى ان ربنا ما سمعش كلامه في انه نجي عمه ابدا. رسول الله حينما جاء عمه ابو طالب واحتضنه بعد جده ووقف مع انه على دين قومه، وقعد رسول الله يسرق جاهل انه يقول كلمة يشهد لها عند الله، فما قالهاش. ام قال ايه؟ قال يا رب انا استغفر له، فانزل الله قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. يبقى شاء محمد ان يستغفر لعمه لكن الله لم يعطه، ياهو شاء هو ما ادهلوش لانه مش عنده بقى لسه في حاجات تانية. الله، اذا ففيه اشياء تدخر للمؤمن له ما يشاءه عند ربه، وان كان في دنياه له مشيئات لا ايه لا تتحقق. هذه المشيئات التي لا تتحقق يسترها شيء واحد، ان اكرم المشيئة ان تشاء من الله ان ينصر دينه. تبقى دي حقيقة ولا ما حققتش؟ يبقى اللي ما بيحققش الحاجات اللي تعود على نفسه، انما افرض المؤمن بقى بيكو نفسه ما يشتهيه ان دينه ينتصر، يبقى انتصر ولا ما انتصرش؟ يبقى لهم ما يشاءون عند ربهم، ولهم ما يشاءون ما يطابق ايه الايمان بمنهجه. يبقى دي ياخدهم، هننتظر ننتظر. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صحيح فيه عمل وفيه فضل، تشريع الجزاء على العمل من الفضل، لان ربنا لما يسيبني على شيء يعود علي بالنفع كان الوصال يقول ان انا اديتك المسألة من الاول، خلقك ومديك جوارحك ومديك مالك ومديك ارضه ومش عارف ايه. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نكون مؤمنين به ومصدقين لرسوله أن لا تكون لنا مشيئة في غير ديننا. مشيئة في غير دينه يمكن تكون في ايد الناس ما يحققوا لهاش لك، ويمكن انت تموت قبل ما يجي النصر. مش في ناس كتير ماتوا قبل ان يجيء بدر، يبقى ما شافوش اي حاجة، لا شافوا نصر ولا شافوا اي حاجة. يبقى اذا المهم عنده ايه؟ المشيئة تكون ايه؟ مشيئة خاصة بنصر دينه على من يكذبه ويؤيه ويعين. ان كانت ديا يبقى اقول له دي متحققه، اضمنها دي، وان جندنا لهم المنصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لايه لهم المنصورون، وان جندنا لهم الايه، وان تنصروا الله ايه ينصركم. دي جزاء للاحسان. قال لك للمحسن، ما هو المحسن؟ فيه محسن وفيه مؤمن. المؤمن ياخذ ما فرض الله لينفذه، اللي يدخل في مقام الإحسان أن يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. هو كلفني 5 صلوات يوم يعملهم في الليل 10 20، يبقى إيه؟ كلف نفسه بإيه؟ بمثل ما فرضه الله، زيادة عما فرضه الله. يبقى ده دخل في مقام الإيه؟ الإحسان. ربنا عايز مني ساعة ما يجي الوقت أديه خلاص،
تيجي العشاء واصليها وانام، ولما يجي الفجر اصحى وافضل نوم كده. ما كلفنيش انني ايه قليلا من الليل ما يهجعوا، ما كلفنيش دي. يبقى اني لما دخل نفسي فيه ابقى عملت ايه، ادخلت نفسي في الزيادة على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. قال لي طلع 2.5% دي الفرض، انا قلت والله 2.5 دي شوية، انا هزودهم مخلوق 5%. ولذلك في المحسنين في سورة الزاريات اعوذ بالله ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. هات العلة إنهم كانوا قد محسنين. إيه طب وليه يحسنوا فيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما فرض الله علينا هذا. يبقى دي زيادة عما فرض الله، بس من جنس ما فرض ولا لا؟ وبالأسحار هم يستغفرون. واحد ما شافش السحر ده وبمعرض ما يجي يقدم الفجر يقوم، قال لك برضو ما كلفش يبقى دخل في مقام الإحسان. الله، تبقى كلمة الإحسان عند الله فيها المعنى بتاع الإحسان بين الناس. أحسنت إلى فنان بكذا، ملوش حق عندي، ملوش إيه حق عندي، هو خد أجرته أنا موظفه عندي بكذا وبعدين اديته أزيد شوية، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه إحسان. فالعبد حين يدخل مع ربه في مقام الإحسان يؤدي فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله. ولذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش فرض. وبالأسحار هم يستغفرون، ما يش فرض. وفي أموالهم ما قالش حق معلوم، الحق بس، إنما في سورة سألة معلوم. سأل حق معلوم، لأنه بيتكلم عن الإيمان، إنما هنا بيتكلم عن الإيه. فكأن المحسن زاد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. يبقى إذا لما ربنا يكرمه يبقى بيديله إيه؟ جزاء الإحسان اللي هو عمله معه. بقى عبده يحسن وهو ما يحسنش؟ من اللي قال كده؟ ده ربنا ادانا المثل في الأرض الصماء بتحط فيها حبايه بتديك كام؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 ايه؟ يبقوا كام ايه؟ بقى الارض المخلوقة لله تديك 700 ضعف، ومن خلق الارض ما يديكش؟ ازاي دي فيك؟ ما تجيش. نعم. لهم بيبقى ما يشاءون عند ربهم، ليه؟ لانهم كانوا ايه؟ محسنين، فيجب اننا ندي لهم ايه؟ ولذلك يقول الله ما تقرب الي عبدي بمثل ما فرضته عليه، اللي فرضته اعمله. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل، الامور الزايده من عنده حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، وحتى يكون ايه ربانيا في روايه يقول للشيء كن فيكون. يبقى ما دام هو ادالي ازيد ما طلبت منه، انا اديله كمان ازيد من من وقف عند الفرض، والا صار الذي وقف عند الفرض يساوي اللي زاد عن الفرض من جنس ما فرض الله. ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم اسوأ الذي ليكفر الله عنه. اهدي برضه من دي. قال لك ان في واحد يقرا بوجدانه قبل قرانه، قبل ما بيقرا في المصحف بيقراها فيجيب المعنى وخلاص. ولذلك يشترط في من يعمل البروف، لما لقينا مصحف مكة فيه غلطات انا رحت للناشر شيخ ابراهيم، قلت له يا شيخ ابراهيم من الذي صنع بروفة المصحف بتاعت مكة؟ ام قال لي بنتي نبوية. قلت له ويه شكلها؟ قال لي حافظ القرآن بالسبعة. قلت له غلط، ان اللي يعمل حروفة القرآن واحد حافظ، لانه سيقرأ بقلبه قبل ان يقرأ بعينه. لازم اللي يعمل البروفة ما يكونش حافظ عشان هيقرأ اللي قدامه، انما ذوك ما يقدرش ما يجيش. ففعلا حصل، وبعدين عدلوا الكلام. اللي قدامه جزاء المحسنين ده مش يعمله ربنا مقصة بقى؟ طب افرض انه كان عمل سيئة قبل ما يبقى محسن،
ليكفر الله عنهم ايه؟ أسوأ ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا. أسوأ الذي ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الأسوأ هو يبقى فيه سيء وفيه ايه؟ يبقى لا شك بالمعقل كده ان السيئة الصغائر انما الأسوأ الكبائر. بكأن اللي دخل في مقام الإحسان ضمن ان مقام الإحسان يعمل له ربنا مقصة فيه ويقول له دي بقى الكبيرة بتاعتك نغفرها علشان انت دخلت نفسك فيما لم اطلبه منك. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يكفر ايه أسوأ؟ مش بالعكس ده لما المسألة بقى يبقى صح يقولوا مش كده ده انا ابدل السيئة حسنة فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم ايه. شوف كم ربح بقى قبل يكفر الله عنهم أسوأ الذي ايه عملوا. يبقى السيئة تبقى مغفورة لان الأسوأ اتغفر. يبقى السيئة مضمون من باب اولى انها ايه مغفورة. طب ولما يجزيهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله بقى في الأجر يجزيهم أجرهم بأحسن من عملهم. يعني برضو يعمل إيه؟ يديهم الأحسن في الجزاء. نعم. ولما ربنا يعمل كده ويا المحسنين وبعد ذلك رسول الله قعد يخبر بقى الناس فالحق سبحانه وتعالى شجع الشارد من دعوة الإيمان بإن إن كانت عندك حاجة يعني عملتها زمان ما تقفش حاجة بعصرة. لأنه لما شرع التوبة إن ما شرعش التوبة ربنا كان اللي عمل معصية يعمل إيه؟ يستشري في المعصية يقولك ما خلاص انتهت المسألة يبقى اسمه نسميه فائد. لكن لما يعمل المعصية ويفهم إنه لو تاب ربنا يشيلها عنه ننضمن لنستيج الدين ولا لا يبقى قللنا الايه قللنا المنحرفين قللنا الناس اللي عندهم شراسة في الايه في المعصية. الحق سبحانه وتعالى حين يقول احنا هنجزيهم الحسن بتاعهم هنعمله ايه احسن والسيئة نغفرها. قال المعاندون لرسول الله نخاف عليك يا محمد غضب آلهتنا عليك أن يمسوك بسوء. وانت لك ويانا تاريخ نحب برضو انك انت مش هم بس اللي قالوا كده. ما ربنا حكى ان نراك الا يتراك بعض آلهتنا ايه برضو بسوء مش قال كده يبقى فيهم انه الآلة بقى انتم هتقولوا الكلام ده ولما مسكم الضر ما لقيتش حاجه في الآلهة وجيتوا لمين للي انتوا كافرين بيه تلتمسون كشف الضر عنده يبقى هم هيعملوا فيها ايه بقى. فالله انزل له لا تهتم بهذا الهراء اليس الله بكاف عبده. والذي يدل على ذلك ان رسول الله كان يحرسه القوم من المؤمنين مخافة أن يعتدي عليه أحد من الكافرين. ففوجئوا في يوم أن رسول الله ينهي الحراسة ويصرف حراسه. بالله يصرف حراسه وهم جايين عشان يحفظوا من الكافرين لو لم يكن واثقا بأن الذي أمره أن يمنع الحراس كفيل بحفظه لما فعل ذلك في نفسه. بدليل المرأة الدمرتية عملت إيه؟ بتقرا تاريخ محمد على انه رجل عظيم قلب ميزان الدنيا. فجاءت عند هذه الحادثه والله يعصمك من الناس. وبتقرا ان لما نزلت هذه الايه صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسه. فقالت الله ده الحراس دول عشان يحافظوا على حياته. ده لو لم يكن صحيح والله متمكن منه ان هو هيحرسه ما كانش يقدر يسيب الحراسه. ليه؟ لأنه لا إن خدع الناس جميعا لن يخدع نفسه في حياته. فآمنت بسبب إيه؟ بسبب هذا. أليس الله بكاف عبده؟
اهي برضو بكاف عبده، هي العبارة الصحيحة كده اللي تمشي، اليس الله كافيا عبده؟ استفهام ايه؟ انكاري، لان الهمزة للانكار وبعدها ليس للنفي، والانكار نفي، فنفي النفي اثبات. ننكر ان الله ليس بكاف عبده، ما دام ننكر ان الله ليس بكاف عبده يبقى بيطلع ايه؟ كاف، انه كاف عبده، اللي هي همزه الانكار، والانكار نفي، والنفي داخل على نفي، يبقى ايه؟ نفي النفي اثبات، يبقى اثبات. بس هم لما قالوا ايه ليس الله بكاف عبده، قال لك البي زي دي برضو زي ما بيقول، نقول له يا شيخ عيب انك تقولوا في كلام الله زائد، ده لازم لها معنى. الحق سبحانه وتعالى له اسم هو الله، وله صفات هو التي عرفناها بالاسماء الحسنى، من اسمه الكافي. يبقى معنى اليس الله موصوفا بكاف عبده، اليس الله موصوفا بايه؟ ما دام موصوف بانه كافي عبده، ما تقولش البيه زي ده بقى ودخل على قبل الخبر بتاع ليس، قول لا ده لها معنى. بس علشان تقعد تشغل عقلك تقوم تقول البيه ده تيجي ازاي، نقول اليس الله موصوفا بكذا، يقول لك نعم موصوف بكذا. وما دام موصوف بكذا هل تتخلى الصفه؟ ما تتخلاش. يبقى معناها ايه؟ انه كاف ايه؟ اوعى تسمع كلامه تراك بعض الهتنا بايه؟ بسوء. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ قال بيخوفوك بالاصنام، ومن يضلل الله فما له من هاد، وهو ربنا ضللهم يقولوا اللي هم ايه؟ اللي هم عايزينه. ومن يهدي الله فما له من مضل، ربنا هداني الطريق دي، ما يجيش واحد يقول لي لا ده انت ضال وربنا، مش ممكن. ما دام اللي ربنا هداني الطريق هو ده الهدى، الضلال هو ده الضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل، اليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اهي برضو البي هنا جت اهي، اليس الله بعزيز، اليس الله موصوفا بالعزه؟ موصوف به، وما دام موصوف بها يبقى لا ايه؟ لا يغلب. كلمه عزيز يعني ايه؟ يغلب ولا ايه؟ ولا يغلب. وما دام غالب ولا يغلب يبقى احذر انتقامه، لان ما دام لا يغلب يبقى مهما صنعتم بالفكر الفاسد او عمليات الائتمار مش ممكن هتنال. مش ولذلك الله سبحانه وتعالى اعطى لرسول الله الحسنات في كل ما يمكن للبشر ان يفعله، نصره وخلاه يقول حجته ويقول معجزته ويقول كل حاجه. افاتمروا به؟ ما دام ائتمروا به ما يقدروش على المواجهه، قالوا نعمل ايه؟ واذ يمكر بك الذين كفروا لايه؟ ليقتلوك او ايه؟ يسقطوك او يخرجوك. الله. طب ائتمروا؟ قال لهم برضو لما تأتمروا المواجهه ما نفعتش وياه، بيتوا بقى بالمكر بقى بتاعكم، يقوم يخليهم يجيبوا من كل قبيله فتى جلد ومع سيف ويقفوا يستنوا على الحته اللي بينام فيها، يقوم يخرج كده بستر وعلي بن ابي طالب ينام ايه، وبعدين يخرج عليهم ويلقي عليهم التراب، وبعدين يفوقوا كده يلاقوا التراب عليهم، يروحوا ما يلاقوش يلاقوا علي. يبقى اذا المكر برضو ايه؟ ما نفعش. يبقى اذا لا بالظاهر تفلحون في معاندته، ولا بالتبييت، ولا بالمكر. قاموا عملوا ايه؟ قال لك نلجا الى الجن. لجأوا للجن فعملوا حكاية السحر اللي بيعملوه دي، فربنا جاب له بقى في السحر قالوا الحكاية عمل لك كذا كذا كذا، وموضوع في بئر كذا، واللي صنعه فلان لبيد بن الأعصم. فأرسل الله عليا ومعه من معه؟ الرسول. وبعدين أرسل عليا إيوه، وبعدين راحوا لقوا محطوط في مشط ومشاطة
وفي ايه طلع جف نخلة ذكر، يعني الكوز بتاع النخل ده فطلعه، يبقى كأن ربنا مش بده سحر محمد، بده حتى لا انتم بظاهركم ولا انتم بمكركم وتبييتكم ولا بالجن حين تستعينون بهم ليؤذوه هتقدروا عليه. فالاحسن انكم تعملوا ايه بقى؟ تجيبوها من اصولها والايه وتأمنوا. نعم. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. وإلى لقاء آخر.